يعني بعض التعليق في فيديوهات سابقة كاين بعض الناس تيقولوا على ما كرهناش الأستاذ حاتم يتريني رفقة بدرهاري، فبزاف ديال الناس قال لنا حتى لي كوتش يعني المدربين في هولندا ديال الهيفي وايت بداو تيقلالو، كبروا في العمر كبروا في كبروا في العمر. يعني افضل واحد احسن واحد هو مايك، هو مايك نعم، حتى هو بدا مابقاش يعني مابقاش بحال شحال هادي. الهيفي ويت ربما عاوتاني معقد معقد دابا، كنشوفوا حتى الابطال الكبار ديال اوروبا، شوف دابا تايسون فيوري يعني كان كي ما كانش المستوى ديالو بداك الشكل المطلوب، طور المستوى. جا لامريكا كيتريني مع الهيفي ويت، كيخدم مع مدربين اختصاصيين، يشوف كيفاش اوش ديونتي وايلدر في بلادو ودقدقو. كنتمنوا هاد الرساله لما لا توصل للبدر هاري، علاش لا ما نشوفوش، علاش ما نشوفوش ان شاء الله يمشي بريباري مثلا في الولايات المتحده يجي، لان شكون دابا غيكو في غوفن ديما كيجي هنا، ديما كيجي هنا كيسباري مع الهيفي ويتس، يعني سبارينغ بارتنرز، عندك واحد الميزه، عندك بزاف ديال سبارينغ بارتنرز هيفي ويت كاين معاه من غتحك، كاين معاه وانا ما عرفتش انا دابا البرنامج التدريبي ديال بدر هاري، ما يمكنش ليا نحكم، ولكن على ما كنظن كانوا واحد الاخطاء اللي ما كانش يديرها يعني ولكن هذا هو اللعب. يعني بعد التعليق في فيديوهات سابقة كاين بعض الناس تيقولوا على ما كرهناش الأستاذ حاتم يتريني رفقة بدرهاري، فبزاف ديال الناس قالوا لنا هاد. وأنا والله ما كرهت، كون كانت الأمور مطلقة نمشي لهولندا ونعرض الخدمة ديالي، ولكن إلى توصل بهذه الرسالة مرحبا به، أنا عندي العلاقات مع أندية كبار هنايا أي وقت، يعني ما عنديش مشكل. ما عارفين شنو يعني شي نهار ان شاء الله من الجيم ان شاء الله تقدر مثلا دير لنا شي بث مباشر ولا باش يزيدوا الناس يتعرفوا ان شاء الله على الخدمه ديالك. علاش لا ان شاء الله. الله المهم هو اللي غادي ما 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 يعني ساعيده واكرره، يعني طالما حييت ان بدر هاري لا زال في قمه العطاء، يعني ما كاينش ديك اعتزال ولا كذا، يعني رساله للكارهين او الحاقدين، الناس الذين لا علاقه لهم بهذه الرياضه وبالرياضه بصفه عامه، لان الرياضه كلها اخلاق واحترام. عيب وعار نشوف يعني باش مع الاسف فكاين بعض الدخلاء، المشاكل كنلقاها دائما مع بعض الدخلاء اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالتي بالرياضه. وبالريم بوحدو حتى هو الا جينا نجبدوا العيوب ديالو راه بزاف من سالف. لحسن الحظ ان بدر هاري كما قلتي قدر باش يعاود ينوض، وهذه هي احسن حاجه نقدروا يعني نقولوا وقعت في هذا النزال. شتي لا تلا لاحظتوا راه ناض واركاديوس بغى يستغل الموقف، بغى ينهي النزال ولكن ما استطاعش.